أحيانا يسأل فضيلتكم فيقول: هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبية؟ لا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية أي التي ليست من محارمك، لأنها لا يسبب الفتنة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء التي ليس من المحارم، وما كان يبايع النساء عليه الصلاة والسلام إلا بالكلام، وما مست يده صلى الله عليه وسلم إلى امرأة لا تحل له قط. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. نعم. جزاكم الله خيرا.